وأنا أرى حال الأمة حالا مزريا محزنا بعد المجزرة الأخيرة التي مورست على أهلينا في فلسطين في غزة. قتلوا 10 أطفال، رضيعة بنت شهرين تقتل، يراها الناس على كل الإعلام في كل الفضائيات، يذيع النبأ الجميع. نتحدث فيما بيننا بهذه المجزرة الوحشية وكأنها الأولى، ونسينا ما سبقها من مجازر. ثم ينتهي الأمر عند هذا الحد، ويبقى الشعب المسلم هناك وحيدا في الميدان يقابل الآلة العسكرية بجثث أطفاله الرضع، يقابل الهجمة اليهودية بصدور عزلاء بأشلاء الصغار والكبار العزل من كل سلاح، ولا يملك إلا العمل الاستشهادي يعد به، وألف خائن وعامل هناك يحول بينه وبين أن ينتقم أو يثأر، وألف صامت بل مليار يرقبون المجازر الدامية تمارس على شعبنا. إلى متى؟ إلى متى؟ أين العلة؟ في عقائدنا أم في هممنا؟ في إسلامنا كأصل أم في فهمنا له؟ أين العلة؟ أين العلة؟ أو نزعت منا الرجولة ساعة الميلاد؟ أو نزع منا الإباء لحظات الخروج من الرحم المعتم إلى هذا الكون المعتم؟ ماذا جرى؟ ماذا جرى؟ قطرة دم مسلمة كان يحرك جحافلنا، صرخة من مستضعف كانت تمشي خميسنا العرمرم. واعتصما انطلقت من عمورية تصار إليها بجيشه حتى حرق الرومان ومن يناصرهم. يا سادة يا أحبة، ما الذي جرى؟ أين أصبنا؟ أين أصبنا؟ في الكبار أم في الصغار؟ أين أصبنا؟ أين أصبنا؟ ما معنى هذه الحياة؟ ماذا بقي لها من طعم ولون وريح ونحن نشم صباح مساء رائحة الدم القاني تهراق من عروق شيبنا وشبابنا؟ ماذا بقي في هذا الوجود من حولنا إلا صغارنا وإلا بطولة صغارنا؟ لماذا انحنت الهامات؟ لماذا توقف النبض؟ لماذا ما عادت حمية؟ لماذا ما عاد هناك انطلاقة؟ أين أصوات الأحرار؟ أين صرخة الشرفاء؟ أين نداء الأبرار؟ أين الرايات تخفق؟ أين الزنود؟ أين البنود؟ أين تكبيرة الله أكبر يهتز بها الكون شرقا وغربا؟ أيها السادة، إننا بحاجة أن ننطلق من جديد انطلاقة من ولد لتوه عنصرا جديدا، مسلما مؤمنا لا يخاف إلا الله ولا يهاب إلا البارئ سبحانه، يمضي على قدم الثبات، يهيئ يعبئ يعد جيله لساعة الثار التي ستأتي قريبا بإذن الله الواحد الديان. وأقصاه 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 وأقصاه، إننا بحاجة أن نسمع أنينه وحنينه وزفراته وآهاته. تركناكم إخواننا تقتلون على مرأى ومسمع منا جهارا نهارا، ولكن عهدا لربي وعزتك وجلالك سنصلي في رحاب الأقصى في القريب العاجل بإذن الله الواحد الديان. أقول قولي وأستغفر الله فاستغفروه.